ايه ده، في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت، في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريده، مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده؟ ولا انت يعني مجملة اهلي؟ لا مؤاخذه يا جماعه، معلش قولي يا فريده. دي بنات منتهية يا راجل. منتهية؟ ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده مش متحول عليه شويه عشان يشد معاك يا اخي. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل، وافقنا وليت أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه، ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم، هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنيه اي دمى تحزن؟ لا ما تجيش الساعه دي. يقظه اطاحت باحلام القرى. يا راجل سيبك من السكه دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده، ما توترنيش، اثبت، خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. لجنة تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ مالكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه؟ لا يا باشا، العفو بنفسك، سيادتك سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟
مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على ال... وماله برضه حاضر ما حصلش اي حاجه حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي 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 هديها لك ما تخافش يعني ما تغلاش عليك وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا الو يا ميدو عايز جزمه واجيلك على الاسم. أني اسم المرة دي؟ طيب هاجيلك حالا نص ساعة بالظبط. جزمة؟ إيه الاستباحة الغريبة دي؟